بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع المشاركين. نسير مع أول الانطلاقة الغزية لسعيد بن حمد بن سالم الوهيبي مع المركز الأول. المركز الثاني التواجد أيضا من أغادير محمد سلطان المالكي مع المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر المتدخلة هناك القادمة شوائين العبد بن سلطان الجنوبي مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والتقدم أيضا من شعار حمدان بن سالم الوهيبي. المركز الخامس الواصلة في هذه اللحظات شوائين عبيد بن محمد بن أيضا الوهيبي من ينطلق مع المركز أيضا الثالث. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة الأولى، عودة مع المركز الأول والانطلاق. ارصد اللي تقدمت هناك اللي ما يبنى لها طاري، انطلقت مع المركز الأول الشاهنية سالم بن علي بن ذياب الوهيبي انطلق مع الصدارة إلى المراكز الأولى. لكن الغزيل من الجانب الآخر هناك سعيد بن حمد بن سالم الوهيبي، ولكن المقدمة مهر رعود على ثلاثة المراكز حمدان بن سالم بن سويويد الوهيبي، لكن عود مع الصدارة الشوط. روح يا ابو غنيه مروح في هذا الانطلاق وفي هذا الاجواء الرائعه اللي انطلق مع الصداره سالم بن علي بن ذياب الوهيبي لينطلق مع المركز الاول. تكتك اللي بتكتك ايضا من الجانب الاخر، لكن هناك المركز الاول ما زالت الصداره والقياده معك يا ابو غنيه. بتهانينا والناموس لمارك الشانيه سالم بن علي بن ذياب المركز الثاني، حامله رقم اثنين رعود حمدان سالم الوهيبي المركز الثالث، ايضا الغزيه سعيد حمد سالم الوهيبي. توقيت الزمن دقيقتين و7 و19 جزء من الثاني.